مخيمات النزوح، وإن شئت الحقيقة قل عنها معتقلات الموت. أكثر ما يميز أرض الأنبار منذ دارت رحى الحرب فيها، فمن مأساة إلى أخرى ومن لجوء إلى آخر تقلب رياح الحروب أهالي الأنبار وكأنهم قد أصبحوا في أهلهم غرباء. هذا مخيم الخالدية ومثله الكثير في الأنبار تتفاقم فيه المأساة الإنسانية نتيجة الإهمال الحكومي المتعمد لأوضاعهم الإنسانية، ويشكو قاطنوه النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب في ظل شبه غياب للأيدي الداعمة أو ربما تغييبها عمدا من قبل الحكومة التي تعتقل أبناءهم بزعم الانتماء لتنظيم الدولة. أنا هسه أنا عندي تقارير طبية، طبعا هاي موجودة إياها تثبت ذلك. عندي سكر، عندي ضغط، عندي جلطة، عندي قولون عصبي. زوجتي نفس الشيء تعاني من الضغط والسكر والجلطة، ابني بكلى وحده هسه موجود بالمخيم. زين، ها كلها جاء اعاني من عندها وماكو علاج. عيون يملأها الأسى تفضح مرارة المأساة التي يمر بها النازحون، وبأفواههم التي يحرقها الألم يدلون بشهاداتهم شارحين ما آلت إليه أحوالهم. شيء ما عدنا بالمخيم، يعني هذا لا الحماية لا دجاجاية للمريض الجاهل الكبير، والله ما نقدر نقف على رجلي أنا، لا طحينة يا هسة بالضيم حالنا، والله بالضيم حالنا، ما تقولوا لما نداعي ما حد يدحق علينا، لا كبير ولا صغير. هكذا يحشر أهالي الأنبار الفارون من جحيم الحرب في مخيمات أقامتها الحكومة وعلى عجل في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، فلا دواء ولا غذاء ولا يؤذن لهم بالخروج منها. هاي التقرير عندي، حالاني على الرمادي بأن أسوي أخذه اللي عنده لاريا صاعده كلا وحده، لأن أنا وين أروح؟ لا عندي أحد، لا عندي محوت، عندي 8 أطفال برقبتي، أنا ما عندي أي شيء أمشي عليهم، ما عندي مساعدات أمشي بي، لا عندي فلوس أقدر أطلع بيهن، حابسينا شنو ذا ابن حابسينا بالمخيم هذا. وإلى أين يخرجون وديارهم خاوية على عروشها يتركها دعاة التحرير بلا إعادة إعمار ولا تأهيل، ليبقى أهلها الأصليون في المخيمات ينتظرون فرجا لا ينبئ الواقع عن بارقة اقترابه.